فيما تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لإيران وميليشياتها، أظهرت فيديوهات لقادة بالحرس الثوري يذرفون الدموع خلال تشييع رفاقهم ممن سقطوا في الضربة على حي المساء في دمشق. السلام عليكم، السلام عليكم. الشهداء بدل شو مثل ما جهاد الشيخ برگردن اتهمت صحيفة جمهوري إسلامي روسيا وعناصر محلية في سوريا بتسريب مواقع قادة الحرس الثوري. وتساءلت الصحيفة الإيرانية قائلة: هل يعقل أن المعلومات وصلت من القوات الإيرانية نفسها إلى الإسرائيليين؟ وبناء على ذلك دعت الصحيفة إلى ضرورة البحث عمن وصفتهم بالمتسللين من غير الإيرانيين، في إشارة إلى العناصر المحلية في سوريا من عناصر محلية والروس. من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ينضم إلينا سامر الياس، مستشار الحدث للشؤون الأوروبية والروسية. أهلا بك أستاذ سامر. بداية، كيف تعلقون على هذا التصريح أو يعني هذا التساؤل الذي نشرته صحيفة إيرانية عن اتهام عناصر من سوريا ومن روسيا بأنهم يسربون معلومات لإسرائيل ولذلك تتمكن من اصطياد قادتهم في سوريا؟ تحية طيبة. الجانب الإيراني تعرض لغارات جوية من قبل إسرائيل وضربات صاروخية منذ عام 2017 حتى الآن بنحو 600 ضربة بشكل أساسي. الخلاف الكبير بين روسيا وإيران في الملف السوري يكمن في كيفية التوازن، تحقيق روسيا التوازن بين علاقاتها الجيدة مع إسرائيل التي كانت قوية ومتماسكة قبل الحرب الروسية، الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل عام، والعلاقات مع الجانب الإيراني. الإيرانيون يريدون إيجاد ربما سبب لهذه الاغتيالات. منذ فترة طويلة كان هناك خلافات كبيرة بين الجانبين ولوم إيراني للجانب الروسي لعدم تفعيل منظومات الدفاع الجوي الموجودة في سوريا لصد الغارات الإسرائيلية عن المواقع الإيرانية. الجانب الروسي يعطي ضوء أخضر عمليا للإسرائيليين باستهداف جميع المواقع في داخل سوريا، مع بعض الاستثناءات منها عدم استهداف البنى التحتية التي يمكن أن تزعزع. بالفعل أستاذ سامر، يعني من المعروف بأن روسيا لا تشغل أنظمتها الدفاعية من أجل مواجهة الصواريخ الإسرائيلية، ولكن هل فعلا تعتقد بأنها تعطي إحداثيات ومعلومات عن أماكن تواجد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا إلى إسرائيل؟ يعني هل وصل الخلاف إلى حد يعني أن يشو بهم؟ هذا محط تساؤل، لكن كان هناك تفاهمات إسرائيلية روسية منذ فترة طويلة بإبعاد الجانب الإيراني عن جزء عن الحدود مع الجزء المحتل من الجولان السوري لمسافة 80 كيلومتر، وهذه الاتفاقيات تسربت منذ عام 2019، ولاحقا طالبت إسرائيل بأن تكون هذه المسافة أبعد من ذلك. الإيرانيون لم يلتزموا بهذه الاتفاقيات، ولذلك من مصلحة روسيا تقليم أظافر إيران ربما وإبعاد من هذه المنطقة التي لديها مخططات أيضا مختلفة فيها، نظرا لأن مناطق الجنوب السوري هي مناطق باتت بمناطق لتهريب المخدرات إلى الأردن ولاحقا بلدان الخليج العربي. وبطبيعة الحال روسيا لا تريد توتير علاقاتها مع البلدان العربية وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث ترتبط معهما باتفاقيات مهمة في مجال أوبك بلس لتعزيز أسعار النفط من ناحية، ومن
ناحية أخرى لتعزيز التبادل التجاري مع دولة الإمارات التي باتت نافذة أساسية لروسيا من أجل تجاوز العقوبات الغربية عبر الاستيراد الموازي. لذلك روسيا ربما لا تكون مشاركة بشكل أساسي، ولكنها لا تلتزم بالدفاع عن الوجود الإيراني في سوريا وبخاصة في مناطق الجنوب، ومن مصلحتها إضعاف إيران بشكل كبير، نظرا لأنها تريد أن تكون الطرف الأساسي المهيمن على القرارات. بالفعل هنا دائما كان يحكى، ولو لم يكن الأمر معلن إلى هذا الحد، عن خلافات بين الطرفين على السيطرة ومن له اليد العليا في سوريا، ولكن كان دائما يتم السيطرة على هذه الخلافات وترويضها من أجل المصلحة العامة. اليوم عندما تبدأ إيران بهذه الاتهامات وتكون على هذا المستوى، هل تعتقد بأن الخلاف بدأ يترجم عمليا وعلنيا؟ منذ أيام أعلنت الخارجية الروسية بأن هناك أفاق لتوقيع اتفاقية استراتيجية جديدة تعاون بين روسيا وإيران، ويمكن أن تكون في وقت قريب أثناء لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والإيراني. حتى الآن لا يوجد اتهام رسمي من الجانب الإيراني لروسيا. نحن نعلم بأنه قبل حوالي سنة ونصف كان وزير الخارجية الأسبق اتهم روسيا بأنها عطلت التوصل إلى الصفقة النووية، وأنها كانت وراء عدم الوصول إلى هذه الصفقة النووية. حتى الآن لم ترقى الخلافات إلى شكل كبير، خاصة وأن الطرفين لديهما أيضا حاجة لبعضهما الآخر في عدد كثير من الملفات، من ضمنها حاجة روسيا الكبيرة لإيران في الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تزود إيران روسيا بالمسيرات وبعض أنواع الصواريخ. هناك أيضا تنسيق بين الطرفين في مجال الطاقة والاستثمارات الروسية في هذه المنطقة، والفتح طرق جديدة شمال جنوب بين الموانئ الإيرانية وبين شمال روسيا. وأيضا روسيا تريد التعلم من إيران، وتعلمت كثيرا في موضوع الالتفاف على العقوبات الغربية. هناك خلافات كبيرة بين الجانبين، ولكن على المستوى الرسمي يسعى الجانبان بشكل أساسي إلى حصرها قدر الإمكان وإلى عدم تغييرها نظرا لحاجتهما لبعض. سامر الياس، مستشار الحدث للشؤون الأوروبية والروسية، كنت معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. شكرا لك.